ولمناقشة ملف استمرار الانتهاكات الميليشياوية ضد متظاهري ثورة تشرين ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي والعراقي الأستاذ زياد السنجري. أستاذ زياد، بداية مرحبا بك. وكالة فرانس بريس أكدت أن العراقيين مصرون على تغيير النظام السياسي القائم على المحاصصة، يعني برغم عمليات الترهيب، لماذا برأيك تستمر الأجهزة الحكومية والميليشيات بلجوئها لخيار القمع ورغم فشله خلال أكثر من عام؟ نعم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. يبدو أن الوضع الآن متجه إلى نقطة اللا عودة، فالمتظاهرين اليوم أدركوا جيدا بشكل واضح بأن مسألة التفاهم مع الطبقة السياسية أو الميليشيات أصبح أمر مستبعد جدا، كون هذه الميليشيات تعمل على اغتيال مستقبل أبناء العراق، وتعمل على اغتيال أبناء العراق أيضا، وتعمل على تخريب العراق. هذه نقطة رأس سطر. بعدها يدرك جيدا المتظاهرين بأن لا خيار لديهم، كون العراق منذ 17 عاما يتجه إلى الهاوية، ولربما نحن في وسط الهاوية الآن. فبكل تأكيد العراق يعاني من سوء ملفات الخدمات والأمن والاقتصاد والكثير من الأمور الأخرى التي المتشعبة أيضا في داخل العراق. كل مناحي العراق اليوم للأسف نحو الأسوأ في داخل العراق، فنحن دولة نتذيل الترتيب في النزاهة، نتذيل الترتيب في الشفافية، حتى الجواز العراقي من أسوأ الجوازات في العالم، ولربما دول من العالم الثالث أو الرابع أو من أفريقيا أصبحت تتفوق على العراق. هذا النظام هو نظام الميليشيات، نظام القتل، نظام القمع، أصبح غير مقبول في داخل العراق، وغير مقبول أن يتم التعامل معه إلا وفق منطق واحد، وهو أنه عدو غاشم يحتل العراق، واستبدل الاحتلال الأمريكي بالاحتلال الإيراني رسميا في داخل العراق. عمليات الاغتيال ضد المتظاهرين متواصلة، يعني آخرها ربما اغتيال الناشط صلاح العراقي بالقرب من حاجز تفتيش للشرطة، يعني أمام عناصر الشرطة تم الاغتيال، يعني بالتزامن أيضا مع تعطيل الكاميرات، كاميرات المراقبة في المنطقة. يعني هذه الأمور، استمرار عمليات القتل لحرية التعبير ولكل من يطالب بحقوقه بشكل سلمي على هذا النحو، ما تداعياته من وجهة نظرك؟ نعم، اليوم صراع وجودي في داخل العراق، الشعب يريد إسقاط هذه العملية ويريد إسقاط هذا النظام. هذا النظام لديه أدوات، من ضمن الأدوات هو الميليشيات والقنص والقتل والإجرام والتنكيل والاعتقال والبطش ضد كل صوت حر يطالب بإنهاء هذا الاحتلال، وهذه الأدوات الموجودة للاحتلال. الشرطة والقوات الأمنية الحلقة الأضعف هم حريصون للأسف الشديد على مكتسباتهم الشخصية ورواتبهم، ولا يدركون بأن الوقت قريب لنفاذ هذه الرواتب وهذه المخصصات والامتيازات، وأن من يخرج اليوم المتظاهر يخرج من أجلك أيها المنتسب، أيها أعضاء القوات الأمنية في داخل العراق، من أجل أطفالكم أيضا. اليوم كل إنسان يسقط في داخل العراق شهيد من أجل أن يرتقي بأبناء العراق نحو مستقبل أفضل، وعلى القوات الأمنية الغير متورطة بدماء العراقيين أن تعي ذلك، وعلى الآخرين أن يعوا أيضا بأن سيكون موعد حسابكم قريب، وكل شخص تورطت أيديه بدماء العراقيين سوف يحاسب، إن كان من الأجهزة الأمنية أو كان من قبل الميليشيات الولائية التابعة لإيران. أستاذ زياد، موقع International Policy Digest الأمريكي قال في تقرير له، قال إن ثورة تشرين دمرت الأساس الذي قام عليه التدخل الإيراني في العراق. كيف تنظر إلى هذه المرحلة تحديدا؟ إلى أي مدى قد دمر الأساس الذي قام عليه التدخل الإيراني والنفوذ الإيراني في العراق عن طريق هذه الثورة السلمية كما جاء في هذا الموقع الأمريكي؟
الثورة التي حدثت والتي ذهب ضحيتها عشرات الألوف من الجرحى ومئات من الشهداء نهت ما عمدت عليه إيران بالقوى الناعمة، ولعبت عليه الوتر الطائفي، ولعبت على كثير من الأمور الاقتصادية والأمنية والتنسيقات من أجل الاستحواذ الكامل على الشعب العراقي. الحقيقة هذه الثورة أثبتت بما لا يقبل الشك بأن إيران غير مقبولة في داخل العراق، النظام الإيراني وأفكاره الظلامية غير مقبولة. ولنتذكر قبل أشهر بسيطة كيف قام أبناء العراق الغيارة بإحراق مقرات القنصليات، وهي تعتبر وكر شر في جنوب العراق. هم استهدفوا كل ما يملك لإيران بصلة. نحن نرفض أبناء العراق بكل مكوناته، الكردي، الشيعي، السني، كل هذه المكونات ترفض الوجود الإيراني. نحن لدينا هدف أسمى وهو العراق، صلاح العراقي. قال هناك من يعمل إلى السيد، وهناك من يعمل إلى جهة معينة أو فصيل، والذي يحتاج رأس. نحن نعمل لأجل العراق، وأنا سأسقط وتنبأ بموته من أجل العراق. هناك فكر ولد من رحم هذه الثورة، هذا الفكر أصبح واقع موجود في داخل العراق. من لم يقوله من لم يستطع أن يقول ذلك بلسانه فهو بقلبه وهو موجود، وذلك أضعف الإيمان. ولكن هذا لا يعني بأن الإيمان سيبقى ضعيف، بالعكس كل يوم يزداد المناصرين لثورة تشرين. طبعا هناك دعوات دولية من أجل تسليم القتلة والكشف عن القتلة وتسليمهم إلى العدالة. متظاهرو البصرة طالبوا الأمم المتحدة التدخل للكشف عن هوية القتلة. من وجهة نظرك، يعني وفق ما ترى من ردود فعل دولية، هل ترى أو تتوقع أن تكون هناك ربما آذان صاغية فعلا في الأروقة الدولية، لا سيما أن هذه الانتهاكات، هذه الجرائم مستمرة، وهذه المطالبات والدعوات أيضا من المتظاهرين السلميين بالكشف عن قتلة المتظاهرين أيضا مستمرة؟ الحقيقة لنكون أكثر واقعية ونتعامل مع ملف التدخل الدولي في داخل العراق. كل المؤشرات لحد هذه اللحظة تشكل وتؤشر على أن التدخل الدولي سلبي في داخل العراق، ولعل أبرز ممثلي التدخل الدولي ممثلة الأمم المتحدة التي زارت المرجع السيستاني، وزارت أيضا أبو فدك القائد العسكري للميليشيات الولائية. لا نعول كثيرا على التدخل الدولي، لا يوجد إرادة دولية حقيقية من قبل الأنظمة على الأقل لتغيير واقع العراق. هناك تعاطف أممي، هناك تعاطف من قبل منظمات عالمية مستقلة، هناك شعوب تقف مع العراق ومع ثورته بكل تأكيد. ولكن للأسف الشديد هناك اتفاق مصلحي ما بين الدول، اللاعب الرئيسي الدولي في المنطقة، على أن يستمر هذا الوضع إلى حد معين، وتستمر للأسف الشديد سفك الدماء في داخل العراق. العراق أخذ قراره بعدم التراجع، ولكن ينتظر أن يكون هناك دعم خارجي. هذا الدعم يحقق تطلعات الشعب العراقي بالاستقلال وإنهاء هذا الاحتلال. ولكن الدول الإقليمية حتى التي تتعاطف وتبكي علينا ولديها دموع التماسيح كما يقولون، تبكي علينا دموع التماسيح، حتى هذه الدول لحد هذه اللحظة لم تتخذ الإجراءات التي تتناسب مع حجم وعداد الشهداء والجرحى في داخل العراق. شكرا لك الإعلامي والصحفي العراقي الأستاذ زياد السنجري، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.